كاب اف ام الكلمه ليك. انا حللت معطيات. انا سالني جورناليست في راديو حول حكومه الترويكا ولا انتم معناتها ويقصد في النهضه تساهلتم مع ظاهره الارهاب وكل. انا حللت معطيات. المعطى الاول قلت له الحكومه اللي سبقت حكومه الترويكا يعني سبقت الانتخاب انا ست هي حكومه السيد باجي قايد السبسي ليس شخصي، انا احترم الاشخاص، انما في صفته كرئيس حكومه هي بالنسبه لي كانت متساهله مع الظاهره ديال الترويكا. ولا مره اعطيته مثال كالاجتماع الضخم اللي في القروان اللي علاش يسمح به وهل حقيقة ذلك مش انفلات وتجاوز. ثم قلت له أنه في حكومة التركة ورئيس حكومة التركة الثانية السيد علي العريض بصفته رئيس حكومة، قلت له هو من أعلن هذه المجموعة عندما تلطخت يدها بدم توانس أعلنها مجموعة إرهابية. وانت قيس هذا تحليل سياسي. أن يأتي سياسي آخر يقول لي أخطأتي أو يعطي تحليلا آخر أو يفند تحليلي مرحة، هذه هي السياسة. وانتم تشوفوني في المجلس الوطني التأسيسي مع زملائي على اختلافهم تكون الحجة قوية ولكن نحترم الأشخاص. أنت تفاجأت كما تفاجأوا برشة توانسة بهذا ما هي إلا مرة. يعني كيف يصدر هذا من سياسي يرشح نفسه للرئاسة ويدعي وأظن هو يعني بل يجعل أساس معناتها خطابه السياسي الحداثة حقوق المرأة. بكل صراحة أنا الشخص سخفني وأنني أنا وهو ننتمي إلى عالمين مختلفين. أنا في تونس حرية المرأة، في تونس اللي فيها أنا كامرأة ترأست ما يقارب 70% من جلسات المجلس التأسيسي و 65% من جلسات الدستور. يعني تونس اللي فيها المرأة في كل بلاصة، تونس اللي فيها نساء مترشحة للرئاسة. فيأتني صوت نعرش كأنه صوت من ماضن يعني ظننا أنا نسيناه فيقول لي يرده علي ما نخش عليها به إلا مرأة. شنو ما تخش علي؟ يعني حسبتني جاية نطلب فيك في حاجة في تكية؟ تبعت أنا امرأة سياسية أعطيت رأي رد على الرأي، أما أن تهين المرأة فيا فهي لا خيبة المسعى. والله سخفني خطر أن يأتي سياسي ويقول هكذا بعيدا عن المنطق السياسي. قلتها الله يسامح اللي حطه في البلاصة دي كوكا، ولكن رو المرأة التونسية ما تتهانش، لازم يفيق بهذا يرجع لعصرنا خاطر يمثل صوت قديم، صوت كيفاش باش نقول لك صوت لم أتصور أنه مازال موجود في تونس. ما هي إلا امرأة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا أنا امرأة تونسية فخورة بأني امرأة وأنني في السياسة وسأواصل برأيي إن شاء الله السياسي اللي يدعم اللي وسأقبل دائما النقد، ولكن الحجة بالحجة والرأي بالرأي وليس الحجة الإهانة. وإن تعمد ربما إهانتي فلم أنا فخورة بأني امرأة ما حسيتهاش، أما هو حقيقة خيادي. ربما هذا المرشح وأنا أعذره لكبر سنه ربما نسي هذا، ربما نسي هذا فغلبته نفسه وتكلم بلا وعيه. ولذلك حقيقة أقيم وحتى تقول مبالغ مانيش مبالغ جو سوي ديزولي بوغ لوي. كاب اف ام الكلمة ليك.